قام وفد من المجلس التشريعي بزيارة الأراضي المهددة بالاستملاك، ونحن مقتنعون قناعة تامة بأنه لا بد من إيجاد موقع آخر لإقامة هذا المشروع بدلا من أن يقام على أراضي المواطنين، وينبغي احترام حق الملكية الخاصة لأصحاب الأراضي الذين يرفضون بيع أراضيهم واستملاكها. ونحن نقول أنه بصرف النظر عن الأهمية الاقتصادية للمشروع المعني، إلا أنه هذه الأهمية لا تعني أنه يجب أن يقام هنا بالذات في هذه المنطقة. ونرفض هذا المشروع رفضا قاطعا باتا، لا مراوغة ولا مجادلة، بالمصاري وبالبلاش مش موافقين. وقفتنا هذه وقفة اعتصام ضد الطلب الظالم المبيد إلنا ولأشجارنا ولأرضنا. مصنع الإسمنت الذي ينوى استملاك أرضنا من شأنه، نحن نرفض هذا الاستملاك حتى ولو على جثثنا، نموت قبل أن تذهب أرضنا، يكفينا أرضا ضاعت لغيرنا. هذا المصنع والقائمين عليه بعيدين عن الفلسطينيين. إنه أضرار المصنع، أنا عشت في الفحيص وأنا كنت طالب في الجامعة الأردنية، يبقى كناش ننام من الغبرة في قرية الفحيص، ومصنع جديد أقرب على السكان من الفحيص، من المصنع تبع الفحيص. فذلك نرجو من رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس أبو مازن الوقوف معنا ضد هذا المشروع. لن يكون هناك قرار باستملاك أو بإقامة المصنع إذا هناك أي ضرر يلحق بفرد واحد.